حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي منبر رافدين، والتي سنتكلم فيها عن حال العراق وجائحة كورونا. هذا الفيروس الذي اجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه ومن شماله إلى جنوبه وأدخل البلدان في انذار، لكن العراق اليوم يعاني، فالحكومة لا تأبه والكوادر الصحية لا تمتلك أي أجهزة أو معدات أو أدوية لمعالجة الناس، ومن يعاني هم المصابون ومن يشتبه بإصابتهم فقط. تابعونا. المنطقة بس هاي منطقتنا أول بلد آني اتخذ إجراءات غير مسبوقة وشكل خلية أزمة ومنعنا السفر إلى المناطق اللي ظهر بها الفيروس. هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء يا خلية الأزمة، مو قلنا سد الحدود ووضعنا قيود على المواطنين الذين يأتون من مناطق ظهر بها الفيروس واتخذنا إجراءات داخلية. هو العراق. وينك يا محافظ البصرة تعجب غضاء أبو الخصيب ولا عبالك أكو فيروس بيه؟ وينك يا محافظ البصرة؟ يا معوز سوي لنا شاره، رحمه لوالديك، رحمه لوالديك، تعشر سوق ابو الخصيب بالقران الكريم ما تقدر تمشي. اليوم ازدادت البنيه التحتيه في مجال المختبرات، كان لك النظام الصحي في العراق نظام بطل وصامد. حط الجو وشوف الخيسه، ثق بالله من البارحه واليوم لا واحد وصلنا ولا واحد اجانا، وكل واحد يطلع من مكانه يبقى فراش نفسيته ويجيبون غيره ينمو على نفس الفراش. انتم مصابين ما ما متقدين بعد يعني تحليلنا ما طالع. نعم. يعني احنا ما بينا شيء، بس بسبب ذول اللي قبلنا راح نتمرن. شوف هاي الحمامات، هاي الحمامات هسه فتشوفكم اياها، بس مي بارد، مي بارد، هاي بس مي بارد اثنيناتهم. يعني صح انا نظفت بيدي، هذا تشوفون الاخير هذا وانا ثلج بارد، ثلج ثلج جاني جانب الوحدة، تقريبا بالوحدة الجانب يجيبون لي مال ودي بتين سوا، يعني أنا البحر العشاء ماكو، ريوق اليوم ماكو. لدينا سعة سريرية بإذن الله. تشوفون هاي الحاله، يعني هسه احنا شلون نتصدى الوباء بحجم كورونا واحنا بهيج وضعي؟ طبيب ما في نفسه. راح تنزل فرق صحيه تعمل مسح وبائي، بدل ما نقعد احنا نستقبل الحالات المرضيه راح نبدا ننزل. ما شفتكم لان تعقيم ماكو، ماسكات ماكو، كانت عندنا مصابه بالكورونا قبل شوي طلعوا برا، فاسج المراجعين المغرب او بالليل يكلم عليه كم واحد راح ينعدي وكم واحد راح يصير بيه كورونا. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. كورونا هذا الفيروس المستجد على العالم، هذا الفيروس الذي بدأ انتشاره من الصين وانتشر إلى كافة أرجاء الأرض. هنالك بلدان تأثرت بشكل كبير، وهنالك بلدان قامت بفعل المستحيل كي تحافظ على حياة الناس فيها. لكننا اليوم في العراق نجد أن العراقيين يواجهون خطر هذا الفيروس وحدهم. بداية لنستمع إلى أحد الأطباء في محافظة المثنى، ماذا يقول عن الفيروس وماذا يقول أيضاً عن قدرة المستشفيات في المحافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع مهم يا ناس، يا أهالي المحافظة، يا أبناء محافظتي المثنى. الراقدين الآن بوحدة العزيل 122 مصاب وثمان حالات وفاة عندنا بين يوم ويوم، جاي يصير عندنا حالة وفاة نتيجة لتدهور بعض المصابين، حالتهم جاي تدهور وهذه كارثة. زين هسه يسأل سؤال واحد، إذا ازدادت الحالات شون؟ لا عمي، شنو ازدادت الحالات؟ احنا اليوم إذا اجت حالة جديدة للمحافظة ما راح تدخل وحدة العزل، لأن الوحدة قبطت، امتلأت على الأخير، ماكو مكان بعد لأي مصاب. زين شنو القرار؟ وين يروحون ذولا؟ يقعدون بالشارع؟ لا، خلية الأزمة وجهت وحدة العزل إنه أي مصاب عندكم يجي اليوم يقعد عندها له، لأن ماكو مكان.
معقولة؟ أنا أناشد وأوجه رسالة لمحافظ المثنى باعتبارك أنت رئيس خلية أزمة، شنو يقعد يدهله؟ معقولة؟ شلون اقتنعتوا بهذا القرار؟ شلون يقعد عند هلا؟ لنفترض انه هلا ما ملامسينه، يعني يروح يعد العائله؟ زين انت شلون راح اضمن انه ما يطلع بمنطقته او ما يلامس احد اخر؟ شلون؟ على اي اساس استندتوا لهذا القرار؟ والكل يعرف انه اعداد الاصابات جاي ترتفع، وتصور اليوم اكثر من 15 حاله راح تسجل المحافظه. شلون؟ على اي اساس سياده المحافظ؟ معقوله؟ زين اذا دهورت حالته بالليل شلون؟ منو اللي يجي؟ منو اللي ياخذه؟ منو اللي ينطي علاج؟ هسه بقيه المحافظات ممكن يسال يقول يابا على كيفكم انتم 122 حاله دخلتوا العراق انذار، ايش عندكم؟ واحنا اصلا ما عندنا مستشفى، مستشفى لعلاج الانسان الطبيعي اللي يعاني من امراض طبيعيه ما عندنا. مستشفى حالنا حال المحافظات ما عندنا. فاني ما اعرف يعني، يعني ندائي ما اعرف ويا من اسولف يعني سياده المحافظ، يعني ما معقوله راح اتخبل انا. المصاب يقعد عند هله؟ ما عندكم بدائل؟ حلول ماكو؟ جاي يشوفون الاعداد جاي ترتفع يوم بعد يوم، الحل شنو؟ لازم تتخذون حل سريع وعاجل، ما معقول انه يبقى الوضع على ما هو عليه. المحافظه يوم بعد يوم جاي ترتفع اعداد الاصابات بيها، وانت تقول لي تحجر روحك عند هلك؟ كارثه هاي. عليك باجراءات حقيقيه انت وخليه الازمه مالتكم اللي شكلتوها، اجراءات سريعه وعاجله، لان احنا مقبلين على كارثه سياده المحافظ اذا تبقون بهذه الاجراءات، كارثه حقيقيه. ما اعرف، انا اتمنى انه تصل الرساله، لان هذه كارثه اذا المصاب قاعد ببيته. اتمنى. وانا حاليا طبعا هسه البعض يسال شنو هاي ملابسك، متجه الى المصابين بفيروس كورونا ببغداد لتصوير حلقه جديده من المهمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. هذا طبيب في محافظة المثنى يبين الحال في المحافظة. هو يقول نحن لا نمتلك مستشفى لعلاج الحالات الطبيعية الأخرى ولعلاج الأمراض الأخرى، فكيف بنا نعالج مصابي فيروس كورونا؟ كان يستنكر أيضا ما قالته خلية الأزمة أن المصاب يجب أن يحجر نفسه في المنزل، يعني وسأل هذا السؤال، إذا تلامس مع أحد أفراد عائلته فكيف الأمر؟ أو إذا تلامس مع أحد أقربائه فهل هي هذه الإجراءات الصحيحة؟ أبو حسن من بغداد ويا حياك الله. السلام عليكم أخويا. عليكم السلام والرحمة والإكرام. رب يحفظك أخويا العزيز. هم كقيادة بلد هم مو يعني عراقيين أصلاً. نعم. لأن هسه البارحة على قناة الفلوجة رجل مجال الصحة يقول احنا ما عندنا مستشفيات. زين وين كنتوا انتوا بعد هاي صار 17 سنة وين كنتوا؟ يعني ما تحسبون للزمن الآتي؟ فهم جايين يا أخي يقتلون العراقيين، يعني لما يقول لي حجرة ببيته راح يعدي عائلته ويدمرها. زين مستشفيات اكو مشاريع والله بس انبنى هيكل وعافوه، يعني اكو مشروع بس بالبيع مستشفى حجم مرتين بقد مدينة الطب، سووا هيكل واحد وخمطوا الفلوس الباقية. انا سألت المهندسين هناك بالطريق قلت لهم شنو مستشفى؟ قالوا مستشفى. اذا هم بلد فاسد بحكامه، يعني شلون ينبني مستشفى؟ شلون تنبني؟ وهاي البشر دا يموت هسه. تذكروا قبل فترة قلت لكم يجي يوم العراقي يمشي يموت، هو يمشي يوقع، وتحققت هاي الحقيقه. يعني انا ما قلت على شيء بس هذا واقع انا دا اشوفه بعيني. فدول يا اخي مو عراقيين يناشد محافظ المدن، محافظ المدن شنو هو هذا؟ من الاحزاب ما يقدر يسوي اي شيء لخدمه المحافظه وناهيك عن المحافظات الاخرى. يعني ما شاء الله يعني الحدود مفتوحه، منفذ رباطيه فتحوه، تجي الامراض والاوبئه على العراق. زين شلون هذول يحافظون على الشعب؟ هذول مو اهل بلد، ولا يهمهم البلد ولا يهمهم الشعب. هذول مجرمين حرب يعتاشون على دم العراقيين. فلذلك يا اخي يعني انا يعني شوفني بد منفذ خلاص العراقيين ما دا القي. يا اما يظل العراقي يموت بمكانه ويا اما يشوف له حل.
يعني ماكو يعني هاي طب المستشفيات والله يا اخي المستشفى دي يعني طب اي مستشفى يعني شعب شعر راسك يشيب يعني هذول شنو بيحكمونه شنو يعني من اي مله من اي من اي منطقه من اي كوكب يعني طب اي مستشفى طب اي مستشفى كل سرير بثلاثة أربعة ينامون سرير ما نفر واحد يا أمة محمد هو احنا يعني الحلقه يعني. اليوم حتى نفند ما قالته خلية الازمه والبرلمانيين الموجودين بخلية الأزمة لما يطلعوا طلع بداية البرنامج يقول إنه إحنا عندنا عدد كافي من الأسرة والمنظومة الصحية العراقية تقدر تتعامل ويا الوضع والمنظومة الصحية العراقية مسيطرة على الوضع وصور الأمور إنه هي جنة يعني المريض راح يطب ويتعالج ويطلع أخي أقسم بالله وملائكته وكتبه ورسله هذول كلهم كذابين يا هذول يمشون بأجندات خارجية غرضهم قتل العراقيين وهذا لازم يا يعني العراقيين ما ينتبهون يعني مستشفى ما يعرفون يبنون والله يا اخي مستشفيات هياكل انا امبش بالمكانات امبش يعني قصه فيا اخي ما يبنون عمرهم ما يبنون ولا يبنون يعني هسه حتى هذا الكاظمي هذا ما يقدر يسوي اي شيء ولا عنده حل ولا ربط الربط بين الاحزاب والعراق هو نحو المجهول اذا ظل العراقيين ساكتين كارثه يعني هسه لا هاي عارف الواحد الباحة بالطريق ده يتمشى ووقع ومات وقالوا يخافون يخافون وصوله يعني يشيلون يخافون مع العلم كمامات وغطاء ولبس كامل لا يعني مو قادة بلد يا أخي مو قادة بلد يعني العراقي هذا العراقي الله الله يعني لا إله إلا الله الله مميز بالإنسان بأحلى صورة هذول شوهوا صور الإسلام نعم شكرا شكرا لك أبو حسن طبعا يعني انتهاكات الحكومه بهذا الخصوص او اجراءاتهم اللي تبين فشلهم في كل شيء لما نشوف الفيديو الجاي سياره اسعاف اللي هي من المفترض ان تكون مجهزه وعلى اهبه الاستعداد 24/24 بحيث في حدوث اي حاله تنطلق مباشره وبالسرعه القصوى لانقاذ المرضى وليس لنقل الموتى خلينا نشوف سيارات الاسعاف بالعراق شلون يتعاملون وياها تفضل سؤالي فيها اخوان يقولون ماكو كورونا يقولون الاسعاف شنو الاسعاف يقولون شنو هي كية شوفوا هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة هذه مو كية هاي اسعاف يا اخوان انتو ليش ما تثقون باعوا قربة خلي يشوفون أربع جنايز هذا واحد هذا واحد هذا اثنين هذا اثنين هذا ثلاثة وريد وهذا الرابع هاي بالإسعاف هاي بالإسعاف مالتك بالإسعاف مالتك أربعة بين واحد 2011 مواليد 2011 نهل العبيد توفي بفيروس كورونا أنا ترجع من عندكم نرجع ونناشد لحد يطلع مروتكم ما علينا بالحكومة هذا موضوع مو حكومة هذا موضوع صحتك يا يعني والله تعبتونا يعني شلون خلي بعد كل باب فيه شرطي راح مال والدك مو قادر ممنوع بس هاي الفترة بس هالاسبوعين اسد في المير راح اقرا كل الجوع لا ما يخد لك الجوع ما دامك ناس خيرة ما يخد لك الجوع واكو رب العالمين فوقك ويباوع الفقير ما يخد لك الجوع هاي حجة مالك كل الجوع تترك تشرب نرجيلة بالفين وتقعد لك يوم 10 نفرات وتعدي أربعة. وتروح تعدي عائلتك وجهاله وصيح علي من ناكل وقوتكم رجاء اخوي لا حد يطلع بارك الله فيك رحم الله والديك يعني هاي الاجراءات اللي تتخذها ما تسمي نفسها حكومه في بغداد صحيحه؟ المواطن العراقي اتمنى من الساده اللي يتصلون اليوم بالبرنامج وايضا اللي راح يرسلون رسائل عبر رقم البرنامج على الواتساب انه شنو رأيهم باللي دا يصير؟ دا يحسون إنه الحكومة خايفة عليهم، دا يحسون إنه الحكومة حاسة بيهم، دا يحسون إنه كل شيء بالعراق صحيح مثل ما هم دا يقولون، ولو كان كل شيء صحيح، ليش الناس في خطر؟ ليش الناس دا تشوف الخطر بعيونها وما دا تقدر تسوي شيء؟ زين فلوس العراق والمليارات وين راحت اللي انصرفت على الصحة أنا أحكي؟ الفلوس اللي انصرفت على الكادر الصحي وعلى القطاع الصحي بالعراق وينها؟ ليش المواطن العراقي ما يلتمس من عندها شيء؟ احنا اليوم بال2020
فيروس كورونا أثر على دول متقدمة، دول الشعوب مالتها تثق بالقطاع الصحي بشكل كبير جدا، أثر عليها. تبدي بيها من الدولة اللي بدأ بها الفيروس اللي هي الصين إلى آخر دولة صار بها الفيروس اللي هي قول البرازيل، كندا، أمريكا. لكن أكو إجراءات لمعالجة الناس، أكو إجراءات للوقاية، أكو إجراءات للمحافظة على صحة الناس، أكو إخطارات من الحكومة للمحافظة. يعني إحنا يطلع لنا مدير مستشفى بالنجف، مدير مستشفى الحكيم حتى يحذر؟ نريد نسمع تحذير، تفضلوا. فد شيء مرعب، إنه يؤسفنا 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 نبلغكم إنه الوباء بدأ. كل الحالات من 24/2 لحد الآن كانت حالات متفرقة. الآن الوباء بدأ. الوباء يعني وفيات كثيرة حصير، إصابات بالمئات حصير أو بالآلاف. والسيطرة النظام الصحي سينهار قريبا. أقول لكم كل اللي قدرنا عليه 307 حالة النظام الصحي أنهك. الان لما ما تجي باليوم 100 حاله او 200 حاله او 300 حاله او ما اقدر اخوفكم يجوز 1000 حاله بالنجف يوميه راح تصير، هذه ممكنه جدا بهذا الطريق اللي ماشيين به الناس. ما مستحيل نظامنا الصحي سينهار بسرعه انهيار تام. امكانيات الدوله ضعفت، امكانيات الناس الماليه ضعفت، امكانيات المتبرعين ضعفت. محمد من واسط ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك استاذ؟ شو اخبارك؟ الف الحمد لله، انتم شلونكم؟ يا اخي احنا بمحافظة واسط عندنا 3 جسور. نعم. عندنا 3 جسور، ذن 3 جسور اللي عنده عرف. هسه احنا نحكي على خلية الازمة اللي كنت تحكي عليها قبل شوي. نعم. اللي عنده عرف يعني تسد الجسر. الواد مقاطع الجوع وقاطع العطش وقاطع شو اسمه. وانت سد الجسر تخلي الوادم بس مسافة الجسر، تخلي السيارات اللي تعرفها أنت حضرت أقل هذا والأبو السيطرة العميد المقدم من جسمه. نعم. اللي يروح يقصر له وصل 100,000 أبو السيارة. نعم. يقصر له وصل 100,000، واللي عنده عرف يدخل قبل. عندنا جسر الأحدب وعندنا جسر الحديد وعندنا جسر الأنوار. وصل ب100,000، هذا شنو هذا الوصل حتى يعبر؟ وصل يقصر لك وصل إذا لابس كمام، والله عندك نفرين ما لابس كمام، زين أنا شو أسوي للوادم؟ لا يعني سؤال، يعني مثلا هذا نعتبره غرامة مثلا لو شنو هو؟ غرامة هي مش مسوين، مقعدين واحد بالسيطرة عميد أو مقدم أو رائد، ومقعدين أبو الدورية لي غاد لي قدامي يسجل وصولات وحط لزق على الجامعة واطلع، الزق واطلع. وهذا يعني الاجراء ماشي على الكل، ناس وناس، على ناس وناس العرف يعبر. يعني هسه انا اليوم رحت الصبح وقفت بجسر الحديد، اللي عنده عرف شلونك ابو فلان اطلع قبل اعبر. نعم. واللي ما عنده عرف يظل بهاي الصبحه، واللي عنده عرف من يم السيطره يغبط يطلع من جسر الحديد يروح للسوق يودي وجود الكيات والسيارات الزغار والشسمة اللي عندهم عرف بالشرطه وبالشسمة يطلعون قبل. نعم. وهاي الوادم ضال، والله شنو حظر؟ وين اكو حظر عندنا؟ انت لو تسوي حظر وتقطع عن الوادم كلش، يعني ما تخلي لا صديق ولا تخلي، زين هو الصديق اذا عبرته وصار به هذا الحال صار به هذا المرض يعدي لو ما يعدي؟ نعم. مو لو لا يعدي لو ما يعدي؟ نعم اكيد. زين انت تعبر ناس وناس وناس قاتل هالجوع اللي يعانون على السيارات جاي تشتغل، ابو الاجره شنو ذنبه؟ أبو الأجرة شنو ذن بضل قاعد ظل يعاين على هاي الوادم اللي عنده واسطة واللي عنده باج واللي عنده عرف؟ يعني عندنا أكو ناس عسكريين عندهم باجات جاي يعبرون السيطرة ويشتغلون ورا الجسر اللي غاد، ويوقف بصف السيطرة. واللي ما عنده يشوفون سيارته مكسرة، أبو المونيكا أبو شو اسمه عبر، والسيارة الحديثة عبر وسيارته مكسرة، لا والله جيب 100,000 وديور وارجع يقصر له وصل. يعني حتى الفيروس اصبح تجاره بالنسبه لهم. يا اخي خل باكر الصبح جيب قناتك وتعالوا شوف الوضعيه اللي جاي تصير. احنا هاي قناتكم احنا اللي متابعين له. نعم. يعني شوف الوضعيه الجاي تصير.
يعني احنا هسه صارنا فوق السبوع ما طالعين. نروح نعاين على الوازم جاي تشتغل وش اسمه لا تقدر تعبر، اللي عنده واسطه واللي عنده عرف يعبر نص سيطره. نعم ما عنده عرف. اول البارحه انا كنت بسيطره هاي مالت المحد. انا زين انا اجيت سولت بنزيني ووحدي. اطبق على صفحه طبقت على صفحه قصوا له وصل. قلت له سيدي كانت مو الملابس كمامه وتحاسب الوازم. قال لي مشكلتك يعني واقف بواجبك. قلت له شنو واجبك؟ من رجعت هيك قصت لوصل ما بيها مجال. ايش تسوي له؟ يا من تحكي. نعم. وين هي خلية الازمة اللي صارت؟ هي متاجرة 3 ملايين يطون بال 3 ملايين يطون للعوائل و5 ملايين لهم يطبون العوائل بالحجر الصحي الاكلاوات وكلاوات. نعم شكرا لك اخ محمد. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. قيل قديما الوقايه خير من العلاج. نعم. احب شيء واحنا اول اصابه اللي دخلت لنا للعراق والنجف بالذات وباقي المدن اللي بها عتبات مقدسه. نعم. دخلت لنا من ايران. لو كان من الأول مطبقين مبدأ غلق الحدود نهائيا، والله شنو شيخ فلان وسيد فلان ورئيس كتلة فلان، لا خلوهم دولة مسلمين يؤدون مناسك الزيارة. عمي هذا وباء عالمي ما بي شفاعة ولا بي شفاء ولا إلى علاج. يعني تتغامرون بأرواح الناس. والله شنو لانه من ايران وجاي يقدم مناسك، هو السعوديه حتى الحج والعمره لغتها. يعني كان اذا خلال شهر كامل 100 اصابه بالعراق كله، يعني شيء عجيبه كان. بينما البارحه بس بالنجف 101 اصابه. 101 اصابه. وذول اللي قسم جايبيهم يعني اكو اللي يتابعون الشغله نتيجه اخبار الناس. لقوهم واحد من عندهم جايب له 14 حافظ هو البيت هيك، يعني مو عزل صحي، يعني جايين ذولا وكلهم بيهم كورونا. واحد حاطهم بيت ب 28. زين هذول القضيه معكوسه، يعني بايران يخلون العراقيين يدخلونهم؟ هاي وحده. ثانيا ما سووا مستشفيات مال طوارئ لهذه الحاله. حجتهم ماكو تخصيصات ماليه وماكو كذا. تدري بس يمين ويسار المحافظة ما يقرب من 4 إلى 6 بنايات ضخمة ما مأهولة وما مخصصة لحد الآن لا أي وزارة ولا أي دائرة. يعني كافي لو يأهلون وحدة من عندهم اللي هي يمين مبنى المحافظة. نعم. قريبة من قناة الغدير الفضائية. هذه 1-6 مدرسة 7 طوابق تتسع إلى أكثر من يمكن 500-600 سرير. يا اخي اهلها. هم حايريني بس الكابينه الوزاريه ايش وقت تكمل والمحافظ ايش وقت يقال وكذا، والناس جاي تموت. فعلى الحكومه المركزيه اولا عدم نقل الصلاحيات الى المحافظات لانساها واستخدامها. نعم. وخاصه في هذا الظرف العصيب اللي تعيش الكره الارضيه كلها. يعني حياه المواطن ما هيك صفر. وما موفرين اي شيء. فخلي التفتون بالنجف. قلت لك هاي بس يم المحافظه حوالي بين 5-6 بنايات ضخمه متروكه، بنايات حديثه ما نستغليها. يا اخي واحده من عندنا اهلها واسويها للمصابين بكورونا. نعم. شكرا لك ابو زينب. مشاهدينا الكرام، برنامج منبر الرافدين مستمر وياكم، ولا تروحون، فاصل قصير ونرجع لكم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد في برنامج منبر الرافدين. معنا من الأنبار أبو عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله. الله يسلمك أخوي أستاذ. هلا بيك. يا أخبارك عيني؟ الحمد لله. الله يسلمك عيني. عيني بالنسبة للفيروس كورونا. نعم. أخوي العزيز هاجرين العالم ببيوته، ناس قلت حضر في جوال، ومثل ما قال الأخ يقول على العرف، هاي العرف في المقام، اللي عنده عرف منتسي أو عند غير مقام يطب هذا مسموح له. طيب. معنا أخويا؟ نعم. إيه أخويا، فا يعني لا راتب. لا يمكن عالم منحى، هاي المنحى يوعدون العالم عليها، ناس وزعوا لها وناس ما وزعوا لها، يعني شنو يبين بهاي الاطفال القاعده؟ هاي الحوادث كاتلها الجوع، يعني العالم شنو تروح تقولوا برحمه الوالده؟ نعم. والناس قناه الرافدين توصل صوتها برحمه الوالده، يعني والله العظيم يعني احنا احنا هسه ناطقنا هنا، يعني كذا ثلاث. والله العظيم يعني شو اقول لك، يعني العالم تروح تجدي بس قول لي حضرت جوال حضرت جوال، يعني العالم وين تروح؟ اذا صحيح هم قدر حضرت جوال يقول رواتب هاي العوائل المتعصبه هاي اللي انتهت هاي جماعه الدخل اليومي. نعم. وانا اشكرك اخوي. شكرا. شكرا شكرا لك ابو عبد الله. مستشفى الصدر قامت بتحويل ردهة الأطفال إلى ردهة للحجر أو للعزل الصحي، لكن هذه الردهة تعاني، فلننظر إلى تلك الردهة. الأطفال سووها للحجر، حجر الأمراض الكورونا. شوف 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 هسه احنا بالحجر وعو، لا ممرض لا دكتور يجينا، شوف الزبايل شوف الطرقاعه الله والمصيبه. هذا هو حال ردهه العزل الصحي التي استحدثت في مستشفى صدر والتي كانت سابقا ردهه الاطفال. واذا انتقلنا الى محافظه اخرى سننتقل الى محافظه او الى مستشفى الديوانيه عفوا، وننظر الى معاناه المرضى في العزل الصحي او الحجر الصحي، فلنستمع الى معاناتهم. السلام عليكم اخوان، ارد اراويكم هذا طابق الرابع. شفتوه احنا مستشفى الديوانيه الحجر، خوش مصابين بفيروس كورونا، هذا طابق الرابع شفتوه بعينكم، وما حد قال وقاعد اصوره. والساعه بيش الساعه بالاربعة وربع اليوم الاربعاء، خوش هذا الطابق شوف بيه كهرباء من هنا، هنا بيه كهرباء، كهرباء الممرات بيه كهرباء. راح اطببكم للغرفه شوفوا الكهرباء شبيها. اوكي هذا الطابق الرابع مستشفى الديوانيه، شوف للعلم تنوعوا كهرباء، بس الكهرباء بس القلبات تشتغل، مراوح ماكو، تبريد ماكو، تنوعوا تبريد ماكو، مراوح ما يشتغل. خلقون هذا يكذب، هاي النقطه مشتغله، هاي النقطه مشتغله، ما يشتغلون مراوح ماكو، يعني بس اذا اعرف هنا ذابين بسجن احنا، بس اذا اعرف سولفولي احنا بسجن هنا، سجن هاي مروحه مشتغله اخو قدامكم، لا مروحه لا سبلت لا كل شيء، كتلنا الحر الله وكلكم كتلنا الحر، متنا من الحر، المن نشتكي. هذا شوف يا مسؤول هنا، منو المسؤول؟ سولفونا مستشفى الديوانيه، هاي مستشفى الديوانيه الطابق الرابع الحجر الصحي مصابين بكورونا، خوش تعالوا شوفوا بعيونكم، لا حد يبالغ. واشكركم. ابو عقيل من بغداد معنا، حياك الله يا ابو عقيل. ابو عقيل هل انت معي ابو عقيل؟ يبدو أن الاتصال قد قطع مع الأخ أبو عقيل، أو لا يستمع إليه، أو هنالك رداءة في الاتصال نتيجة سوء الاتصالات في العراق ونتيجة سوء الخدمات في هذا الجانب. عاد إلينا أبو عقيل، حياك الله أبو عقيل. حياك يا مرحبا، السلام عليكم. حياك الله، تفضل أخي.
اخي العزيز احنا اذا نحكي عن المستشفيات هاي كارثه، يعني بغداد ولا بغير يعني بغير محافظه. نعم. المستشفيات مصيبه كارثه يعني، والنوب التخويف ترى هذا سبب التخويف اللي بيصير بالنسبه لل يعني سواء عن الجهه الامنيه او الجهه المستشفيات او الخوف. هسه الناس قاعده ببيوتها، الى متى الانسان راح يظل قاعد ببيته؟ يعني وانا اقول لك بالنسبه للكورونا هسه 80% من الشعب العراقي يقول لك هاي مفتعله يعني سواء ولا قنوات تروج. قطع الاتصال مع الاخ ابو عقيل، شكرا جزيلا لك. ايضا هنالك تصوير فيديوي لمصابي محافظه واسط يشكون من سوء الخدمات في ردهات الحجر الصحي، فلننظر الى معاناتهم. السلام عليكم، هاي حال مستشفى الزهراء، هذا الطابق الخامس، احنا احد المصابين بالفيروس، لا حد اكو لا مضمدين لا هاي، جابوا لنا حبايتين وكبسولات اثنين وراحوا. هاي حال مستشفى الزهراء، والجماعه هنا قاعدين، هذا الغداء مالتهم، غداهم، والجماعه كنا رجعون يعتنون يقولون راح نعتني بالمريض ونداري. شوفوا الاكل مالتهم، هذا الاكل مال المريض مصاب فيروس كورونا، تمن وصمونه والله كذي، يلقيكم خدمات 100% كذي. اكو قطيط بنفسي كانت هنا، شوفوا رجعوها الوي باو. هذا الاكل مالتنا بس، تمن وصمونه، تمن وصمونه، شايفينكم اكل هيك. شوفوا محمد جميل مياحي يقول خدمات، وطبعا الاكل مو من المستشفى، من شو اسمه هذا الموكب من عمانية. شوف وريد الحبايه براسي تول من من الصبح اللي هسه اقول لهم 100,000 واحد صعد. هاي شوف من 12 ونص بالليل البارد هسه ماكو ما يجيبونا، فارغ الغرف مالتهم ما يجيبونا، يعني من 12 ونص بالليل لحد الان لحد هاي اللحظه اذا اكو كاسه ما جابونا ماكو ابد ابد ابد. هذا عوسي شنو يا عالم كذاب، والله عالم كذاب، الله وكيلك. هذا الاخ هنا بلا غدا طبعا، من البارحه دخل بالليل ويانا ب 12 بالليل لحد الان خطيه ما ماكل ابد شيء، كل شيء ماكل لا بيه شيء ولا هاي هيك يا ابو رقو. ناس كذبي بيكذبون، لا تعلم شيء ولا بيه، كل شيء ماكل، كل شيء ما بي. بس هم ناس يقول لك خدمات وهاي، من البارحه بالليل دول كمان ما عندهم ابد، كل شيء ماكل، كل شيء ماكل. هنا السؤال الذي يطرح، المريض هل هو إنسان أم لا؟ وهل واجب الحكومة أن تمنع الدواء والماء عن المرضى وتمنع عنهم كل شيء؟ أم أن من واجبها أن توفر لهم كل شيء وأن تبذل الغالي والنفيس وأن تبذل طاقاتها وجهدها كي تعالج ذلك المريض مهما كان مرضه، مهما كان يعاني من مرض. لكننا اليوم في العراق ننظر إلى مرضى، ننظر إلى أناس مشتبه بهم ومشتبه في إصابتهم وهم يعانون الأمرين نتيجة الإهمال الحكومي وإهمال وزارة الصحة والقطاع الصحي لهم. أيضا من يشتبه بإصابتهم بمرض أو بفيروس كورونا عفوا في محافظة ديالى أيضا لهم معاناة، فلننظر إليها. حسن يصور يصور، ارجع ارجع ارجع، خلي يشوفون البث، خلي يشوفونه، خلي يشوفون البث. حاطيننا هنا صحتنا جيده الحمد لله وشكر، ما بينا كل شيء، تبيك شيء؟ والله كل شيء ما بينا، كل شيء ما بينا، صحتنا جيده وحاطيننا هنا مثل الحواوين، لا مي ولا كل شيء، ونقول لهم تعجبونا ما يقول مشكلتكم هذه. جيت من فوق روح، جيت روحوا، جيت من فوق روح، خلي يجون يشوف مين مسؤول خليه الازمه، محافظ من هو مدير صحه، خلي يجي يشوف هذا الحجر مالهم، لا مي ولا كل شيء عندنا. علاجات يجيبونها كلها الحبوب، حبوب بألف دينار وكلها يعطونها فد نعطي واحدة حتى ما نعرف ماليش، نقول لهم ماليش يقولوا اخذوهم وسكتوا، هذا مو وضع. هذا عمي طلعونا على مسؤولية متاجرة بالبيت، متاجرة بالدم العراقي، من خرب هيج حياة، من خرب هيج عيشة،
حاطين هنا شنو حاطين هنا ماكو مي، نصب على اساس نريد نغسل ماكو، اريد اروح تكر متواليت ماكو مي، نقول له يقول مشكلتكم هذه. خليه يجي يشوف سيد المحافظ، خليه يجي يشوف مدير صحة. هسه بس ساعة، اعطيه ساعة، اعطيه ساعة والتاريخ، اعطيه ساعة والتاريخ، حتى خاف يقول قديمة. هسه الساعة بالسبعة ونص، يوم الأحد سبعة يوليو. أقول له تعجب لنا مي، يقول لي مشكلتك روح، افتح الباب لك وشي تروح بيتكم. ابو حسين من الرمادي ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه اسكاد العراق منتهي من راسه الرجلي بسبب هاي الاحزاب الفاسده. احنا جابونا نور كورونا، طلعونا نور كورونا، واحنا كورونا وكورونا شنو؟ كلها افلام هنديه وكلها سياسه. اقسم لك بالرسول هاي كلها افلام. لا كورونا اكو ولا امراض اكو، بس كل هذا انتقام من الشعب العراقي اللي ما عنده راتب واللي ما عنده موريد ميت واللي عنده راتب عايش. فالشعب راح انتهى الشعب. انا اناشد اهلنا بالجنوب والفرات الاوسط ان يستمرون ثوره العشرين الى ما الله يخلصنا منهم، واناشد الشعب العراقي بالكامل مسانده اخواننا بالجنوب. يعني أنا شعب راح تدمر، الباقي النهب ثرواته مشيت، النفط راح، النهب فلوسه أماله كلها طلعوها برا. زين هاي سقوط الموصل من المالكي سقطها ودخل الدواعيش، يعني هاي جامع سارية، هاي الحويجة كلها جرائم حرب. صدام حسين والحكومة الأولية ما كانت هيك تسوي بالشعب العراقي. كل من يدافع عن الشعب لازم الحدود يدافعون. هسه أنا عم طلعونا ذولا لملموهم من الدول كلهم داعين، يعني بالدول يفتحون وهسه عنا صاروا يريدوا يحكمون العراق. يا اخي الشعب انتهى، احنا ناشد الامه العربيه، الجامعه العربيه، ناشد حقوق الانسان الدولي، هاي المعتقلين انتهوا. ليش ما يقولوا هذول المساجين الابرياء اللي نايمين عليهم؟ هذول مو يقولون اكو كورونا، هذول مو راحوا كلهم جرب سلام وانتهوا. يعني ما مصيبه، هاي مصيبه الشعب العراقي بكلب هاي العصابات الحاكمه البلد. واني اشكرك اخوي. شكرا لك ابو حسين. مشاهدينا الكرام، ليست الحكومه وحدها من تتحمل هذا الامر، لكن هنالك بعض الناس، لكي نكون صريحين، بعض الناس تقوم بافعال غير مسؤوله تجاه الشعب العراقي. كما اقام الاخ حفله زفافه في محافظه الانبار. فلننظر. هنا مشاهدينا الكرام، عندما ننظر إلى هذا الحال نجد أن الحكومة ليست وحدها هي من تتحمل المسؤولية. هنا من يتحمل المسؤولية ثلاثة: صاحب حفل الزفاف لأنه لم يراعي الظرف ولم يراعي صحة أقربائه في المقام الأول وأهل بيته. في المقام الثاني الأناس الذين ذهبوا لحضور ذلك الحفل، فهم أيضا لم يراعوا الإجراءات أو إجراءات الوقاية، لم يراعوا الحفاظ على حياتهم وعلى حياة أهلهم وأقربائهم. ومن بعدهم الحكومة التي لم تقم بإجراء اللازم للحفاظ على حياة الناس. لأننا لو كنا نمتلك حكومة صحيحة، لو كنا نمتلك حكومة تحترم نفسها، ولو كنا نمتلك حكومة بمعنى حكومة، لكانت أوقفت هذا الأمر بحجة أو وأقنعت الناس أن الأمر فيه خطر على الناس، لأنها تحاول حماية الناس، لأنها تحاول الحفاظ على حياة الناس. لكن الحكومة أو الكوادر الأمنية أو الحكومة المحلية في محافظة الأنبار غضت الطرف عما حصل، لأن الأناس لا تهمها، لأن الشعب لا يهمها. حياة الناس آخر هم الحكومة والسياسيين والأحزاب.
والحفاظ على حياة الناس آخر هم الحكومة والسياسيين والأحزاب. هذه الفيديوهات التي جمعناها لكم في برنامج منبر الرافدين. في المقام الأول هنالك تحذيرات طبية من كوادر صحية مما سيحصل، وتحذيرات من انهيار الواقع الصحي، وأن القطاع الصحي في العراق على شفا حفرة الهاوية. وأيضا هنالك تحذيرات من أناس ومرضى داخل ردهات الحجر الصحي لواقعهم وكيف يعيشون. أبو ياسين من ديالى، حياك الله. تقافل. هلا بيك. تقافل، هي هاي مع كورونا هي غنيمة وتجارة استفاد من السياسيين. اليوم السياسي محصن نفسه ومحصن عائلته والشعب ما حد بحاله. تقافل. اليوم كعوائل ما بيت صابونه حتى حق مجيء صابونه هاي من ربع دينار. ولو تشوف الصحيات مرات تنهزم خارج العراق، هو شو يسوي لنا السياسي؟ كل شيء ما يسوي لنا. يعني هم لو بيحافظون على 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 شعبهم، اول ما بدات كورونا اعداد بسيطه جدا، لكن اليوم اصبح العدد مخيف جدا. مال الاصابات، فتحوا الحدود، هذا العامل يقول اللي يسد الحدود 4.5، وهذا مستوانا. وهذه تشوف بالانبار زدنا السؤال، بالعدد كورونا يا اخي انت وين ناسك؟ وين اهلك؟ وين الانبار؟ راحت كلها بالمقابر وبالسجون. هذا تشوف مو عيب. وذاك اليوم ابو مازن محافظ صلاح الدين هم يشوف بالشرقات مترفين، ما حد بحال الفقير. انت عم هاي تسوي هاي العزيمه وهاي تشوف لقدام الناس المحتاجه، الناس الجوعانه. وين انت دوله مقدمه كمامات، مقدمه جفوف، مقدمه عزا، كل شيء ماكو. مستشفيات الطوسي العلويه وزيره الصحه السابقه راحت تستوشوا يوصلوا علي وياك علي عشان يكون علي هكذا. وين هاي الاموال اللي راحت انصرفت لوزاره الصحه؟ وين الجبايه؟ جبايه مفتوحه، جبايه لطب المريض اللي تقول له نكد، بينما قبل كانت الصحه مجانا وخدمه ورعايه. اليوم هسه هذا حال الحاله. بعدين اجت المرجعيه داموا مختلفات هاي مال اهل بيت الرسول، هاي الفلوس اللي عندكم كلها مشاريع كفيله ما كفيله، وهاي ناس قاعد تنقتل، قاعد تنقتل بسبب كورونا. هو كورونا لا اخوان ترى موجوده، مو شغله بس سياسيه، لا. اكو تعظيم نعم عمود اكو استفاده، لانه انا عندي معلومات اسمع انه يقول كل اصابه تسجل 8 ملايين لوزاره الصحه غذاء ودواء للمريض. وما صار فيه؟ انا شاورت عليك سموية وجبنا لها. شو صرفوا بال 14 يوم؟ 14 يوم يقول 8 ملايين لوزاره الصحه. لا اخوان، اخوان ترى ما عندكم بس الله، عمي اقعد بوجودكم ما يفيدكم ترى، لا حكومه ولا حد يدافع عليكم ولا حد يعالجكم. هاي جاي ارقام مخيفه مال قتل مال هذا الوباء. يعني من فتحوا ايران هسه مو راح يستانفوننا يفتحون مره ثانيه تبادل تجاري. عمي هم يدون يقتلونكم، يدون يدون ينهونكم. هو عايش متربي هو وعائلته ومحصنين، وكل كل الوقايات يوم ما حد يحاكم يا ناس يا اخوان. لا. اليوم قام يزايد العدد، يعني هاي الشهر يعني الكوارث والله اعداد مخيفه. يعني هو الموت حق، احنا مو قبل الموت ساكن يا اخي، اذا عائله الباس كاملها يعني انت من يدفنها؟ من يعالجها؟ من ودي هاي شوف تحاكم؟ يعني وين الاسعافات اللي استوردت فيها علويه يا محب الدعوه يا حبيبي الحمود؟ وين الاسعافات مالاتك؟ وين اللي المستشفيات؟ الناس تبني مستشفيات، احنا نبني سجون يا اخي، نبني سجون كافيين بها العالم حاطينها بالسجون، وهذا حال العراقيين. نعم، شكرا 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 لك ابو ياسين. فاطمه من الكويت، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا ابي اتكلم، اقول كاظمي منين؟ كاظمي عزمي، كاظمي ايراني يا العراق، كاظمي ايراني خالص. ايراني كاظم ايراني. الشباب وين راح؟ الشباب الوقف وين راح؟ اندمر، حرام حرام. الشباب الوقف اندمر، يا العشائر يا العشائر حاطين عيالهم لابسين جيش، وهم في مرقون على خواتم الحرات، ياخذ ذهبها، رد ذهبها، رد ذهبها يا ولد العشائر. منكم اللي علمني؟ منكم يا عيال العشائر؟ عسكري مرقتوا على خواتكم السنيات واخذتوا ذهبهن، ردوا ذهبهن يا عيال العويد، يا عيال العويد ردوا ذهبهن، ردوا ذهبهن.
نعم نعم شكرا شكرا جزيلا لك يا أخت فاطمة. نعم هنا نجد مشاهدينا الكرام أن الأوضاع في العراق صعبة جدا، لأن من يسمون أنفسهم بسياسيين لا يأبهون لحال المرضى والمصابين. وهذه بعض من الفيديوهات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول حال المصابين وحال المحتجزين في ردهات الحجر الصحي. لكن هل ذهب أحد السياسيين؟ لجنة الصحة في البرلمان هل تعلم عن هذا الأمر أم لا؟ إن كانت لا تعلم فهي مصيبة، وإن كانت تعلم فالمصيبة أكبر، والإثنان لا وجود لهم المفروض في ذلك البرلمان، لأنها إن كانت لا تعلم فواجبها أن تعلم، وإن كانت تعلم وسكتت فهي شاركت في قتل الناس وأذية الناس. وفي الحالتين يجب أن يخرج هؤلاء من مكانهم من أماكنهم ومناصبهم، لأنهم لم يقوموا بأداء واجبهم بالصورة الصحيحة. وزارة الصحة أيضا مساءلة، والحكومة أيضا مساءلة، وليست حكومة الكاظمي فقط، قبلها عبد المهدي، وقبله حيدر العبادي، وقبله نور المالكي، وكلهم مساءلون لأنهم ساهموا في تدمير العراق وتدمير القطاع الصحي لإيصاله إلى حاله الآن. برنامج منبر الرافدين مشاهدينا الكرام انتهى، يلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل بنفس الموعد وموضوع جديد إن شاء الله. في أمان الله، السلام عليكم.